هو السبب في كل ده. هبة مجدي وبنتها في خطر كبير بعد ما أكلوا من ماك، ورد فعل غير متوقع من زوجها الفنان محمد محسن. وهي الفنانة هبة مجدي عايشة في حالة اكتئاب بقالها فترة، تابعونا. من ساعات انتشر خبر صادم بخصوص تعرض الفنانة هبة مجدي وبنتها لوعكة صحية، والصادم أكتر هو السبب في تعرضهم للوعكة. اتفاجئ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور نشرته هبة مجدي على حسابها الرسمي انستجرام، كان فيه صورة ليها هي وبنتها في المستشفى ومتركب لهم محاليل. كتبت هبة على الصورة: يا جماعة محدش ياكل من ماك، خصوصا فرع التجمع اللي جنب مدارس نارمر وكاربيتل. أنا ودهب كلنا امبارح منه وإحنا لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء. وبمجرد انتشار بوست هبة مجدي اتفاعل الجمهور بشكل كبير مع البوست، وبدأ الكل يعمل منشن ويحذر من مطعم ماك ومن الأكل بره عموما بسبب قلة جودة الأكل اللي ممكن تسبب أمراض خطيرة. وبعد الحادثة بوقت بسيط كان في رد للفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي، فبدأ يحذر الفنان محمد محسن الجمهور من مطاعم ماك بعد إصابة زوجته الفنانة هبة مجدي وبنته بالتسمم بعد ما أكلوا. وكتب محمد محسن في بوست على حسابه الرسمي فيسبوك: احذروا ماك، هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل ماكدونالدز وطول الليل في المستشفى، حبيت أقول لكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. أما عن الحالة الصحية لمراته وبنته فطمن الجمهور عليهم وقال: هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقتي والحمد لله على كل شيء. والحقيقة أن موضوع المطاعم والأكل برا بقى أزمة كبيرة في الوقت الحالي، فضلا عن كونه أزمة من قديم الأزل، وده لأن أكل البيت النظيف ملوش مثيل ومش بيتعوض. لكن خلينا متفقين أن في أحيان كتيرة بيضطر كتير من الأشخاص أنهم يعتمدوا على أكل المطاعم بسبب الظروف زي الشغل أو الحركة أو ضيق الوقت وغيرها من الأسباب الملحة اللي ممكن تخليك تلجأ بشكل اضطراري للأكل برا. سبق واتكلمت الفنانة هبة مجدي عن مشاركتها في مسلسل المداح الجزء الثالث اللي كان من بطولة الفنان حمادة هلال، واللي بيعرض حاليا على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد بالتزامن مع موسم رمضان 2023. وقالت الفنانة هبة ان شخصية رحاب اللي قدمتها في مسلسل المداح الجزء الثالث أثرت عليها بشكل كبير وخلتها في حالة اكتئاب، وقالت: مكتئبة وما بتكلمش طول الوقت وساكتة طول رمضان وبتضايق بسرعة، خاصة بعد الجزء الأخير وقصة إن ابنها بيتخطف منها، ولما بحط نفسي في الموضوع إن ابني بيتخطف لأ الموضوع صعب قوي. أسرتي بتتفرج على مسلسل المداح الجزء الثالث لكن بيخافوا وعايزين يعرفوا إيه اللي هيحصل في الآخر، وصعب إننا نفكر نعمل جزء رابع بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الثاني والثالث. قولولنا إيه رأيكم في أكل المطاعم، وهل فعلا أصبح أكل المطاعم بجودة قليلة ولا لأ؟ شاركونا الرأي.